بمناسبة عيد الجلاء وتكريما للمجاهد الشيخ صالح العلي ورفاقه المجاهدين، أقامت محافظة طرطوس مهرجان المجاهد الشيخ صالح العلي 25 الفضي، وذلك في ساحة الضريح بمدينة الشيخ بدر بحضور فعاليات رسمية ودينية وأهلية. استمرار هو منطق الاستمراري لتوريث هذه العادة وتوريث أفكار الجلاء التي نادى بها الشيخ صالح العلي لأحفاد الشيخ صالح العلي على مر الأيام القادمة، لتبقى ذكرى ومنارة لهم تضيء دربهم. المواظبة على إقامة هذا المهرجان سنويا هو لتحفيز ذاكرة الأجيال من أبناء وأحفاد المجاهدين العظام، أحفاد المجاهد الكبير الشيخ صالح العلي والسلطان باشا الأطرش وإبراهيم هنانو ويوسف العظمي وأحمد مريد وغيرهم من المجاهدين على اختلاف ساحات الوطن، الإضاءة على بطولاتهم ونضالاتهم وتضحياتهم. نحن الأبناء والأحفاد اليوم مسؤولين أمام أولئك المجاهدين بالدفاع والحفاظ على سوريا موحدة وحرة وأبية. وافتتح خلال المهرجان معرض المهن التراثية والتقليدية لاتحاد الحرفيين، بالإضافة للمهرجان الشعري بمشاركة كوكبة من الشعراء من مختلف المحافظات السورية. حين يكون الرجل أكبر من اللغة، أشجع من الموت، أسطع من الشمس، تبقى قصائدنا مجرد محاولات للوقوف على عتبة أمجاده، إنه الشيخ المجاهد صالح العلي. وها نحن اليوم نحضر لمشاركة أهلنا وإخواننا في طرطوس بهذه المناسبة الجليلة. لنا الفخر أن نشارك بهاليوم العظيم مهرجان الشيخ صالح العلي، كان يزرع حبة القماح ويربي دودة الحرير، وأنا مشارك بشرانق الحرير، لوحات كلها من شرنقة الحرير ومنادي الحرير كانت لبسها جداتنا سابقا، وحفاظا على تراث آبائنا وأجدادنا. أيها الصالح العلي، سلاما من حفيد يقدس العظماء، سوف تبقى للمؤمنين مزارا وستبقى للزائرين لواء. يعتبر المهرجان تقليدا سنويا في مدينة الشيخ بدر، ليكون تحية للمجاهدين والشهداء الذين آثروا الموت على الحياة، لتبقى هذه الذكرى المفعمة بالاعتزاز والفخار منارة للأجيال. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.